الو، الو، ايوه شروق، السلام اتفضلي. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله مساء الخير يا وبركاته. فندم. تسالي نوري حبيبتي، اتفضلي. لو سمحت، انا اسمي شروق ومامتي اسمها ايمان. شروق ومامتها اسمها ايمان. عايزه تسالي عن الارتباط ولا ايه؟ لا، انا متجوزه، عايزه اسال عن حالتنا الماديه، اهو وهو جوزي مسافر، انا هسافر له ولا لا؟ هي بتسال عن حالتها الماديه وجوزها مسافر، هتسافر له ولا لا؟ طيب ممكن اعرف تاريخك كام؟ 3/7. 3/7. انتي مكتئبة شوي سرطان. وقلقانة شوي، عندك دايما عندك اكتئاب وقلقانة. لا، هتسافري ان شاء الله بإذن الله. هسافر له؟ ان شاء الله بإذن الله، بس مش دلوقتي، حتى ما تقولي انا مش دلوقتي، يعني قادر اقل لك شهر، اقل من شهر، الله اعلم، بس عندك سفر بإذن الله. ميرسي على اتصالك. هي كانت بتسأل عن مامتها ولا ايه؟ ميرسي على اتصالك. الو، الو، ايوه فاطمه اتفضلي. الو، ايوه فاطمه اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن توطي التلفزيون شويه عشان تبقي معانا؟ الو، انا معاكي، قولي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اسمي فاطمه ومامتي اسمها فايزه. فاطمه ومامتك اسمها ايه؟ فايزه. فايزه، تسألي عن ايه بقى يا فاطمه؟ فاطمة أسألك سؤال، أنت الحالة تعبانة المادية الفترة دي؟ والتراب. الحالة المادية والإيه؟ والارتباط؟ أنت تعبانة ليه يا فاطمة؟ الدكتور بتقولك أنت تعبانة ليه؟ الظروف والضغوط يا دكتور. لا بصي، إن شاء الله أحوالك المادية في تحسن. تشتغلي حضرتك؟ لا. طيب عم تسألي المادية، يعني لمين عم تسألي ماديا؟ انا مخطوب بس في مشاكل كده دكتور. مخطوبه بس عندها مشاكل. خطيبك بحرف الميم؟ طيب ايه المشاكل بينك وبينه بقى؟ مشاكل عادي. لا لا، هتصير كويسه، بس انت حساسه زياده عن اللزوم، وحاولي ما تبقي عصبيه جدا. احيانا لك راي، لك راي ما بيعجبه رايك فبتتضايقي انت، بس امورك كلها هتتصلح ان شاء الله. اهلا وسهلا فيكي فاطمه. الو، الو، ايوه يا رؤيه اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. انا اسمي رؤيه ووالدتي اسمها ام هاشم. انت اسمك رؤيه ووالدتك اسمها ام هاشم؟ عايز تسالي على ايه؟ ام هاشم. عن كل حاجه. ام هاشم عن كل حاجه. انت ايه؟ طب مواليد بتدرسي؟ 28/3. 28/3 الحمل. 88. 88. 18/2. لحظة لحظة، 18/2. يا رؤية مساء الخير. مساء النور عليك يا دكتورة ريفين. حبيبتي بدي اسألك سؤال، انت فضل. بتشتغلي، بتدرسي، بتعملي ايه؟ لا لا، انا متزوجة وقاعدة في البيت. هو جوزها اداله. طب انت عندك ظروف صعبة؟ ايه يا حبيبة قلبي يا رؤية؟ هي الشغل وكل حاجة. لا، عندك شوية خلافات اللي هي الظروف المادية، لأن جوزي يعتبر مش هو معاه بصي وظيفة هو ثابتة. بصي، هو الخلاف المادي بيصير ضغط، بيصير الطرفين بيزعلوا من بعضهم. طب أنت عندك إيه مشاكل صحية؟ لا، على طول بطني وجعاني وضغط وكده. طيب بصي، أنا مو بس بطنك بتوجعي، أنت فترات بتمري بالاكتئاب، صار لك 3 شهور عندك شوية اكتئاب. بترتفعي اكتئاب وبتنزلي اكتئاب. معلش انا عايزه اقول لك على حاجه، اقري سوره الضحى حتى يبتعد عنك شوي الاكتئاب. وحتى نومك قليل يا رؤيه، بتنامي قليل. اقري سوره الضحى واهلا وسهلا فيكي. ميرسي على اتصالك يا رؤيه.